المخرجات غير مقبولة لغالبية الأطراف السياسية المحلية، يعني لم أجد أي تأييد من أطراف سياسية فاعلة. كل البيانات أو أغلب البيانات الحقيقة التي طالعتها كلها ترفض مخرجات لجنة 6+6 وترفض أن تفصل قوانين انتخاب الرئيس على مقاس شخصيات بعينها، بل وتذهب بعض البيانات إلى أبعد من ذلك وترفض أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل أن يتم الاستفتاء على الدستور. بالنسبة لردود الفعل الدولية، رأينا أن بعثة الأمم المتحدة باتيلي يشيد بهذه الجهود ولا ينكر أن هناك جهود من أجل التوصل إلى توافق على سبيل المجاملة طبعا والعبارات الدبلوماسية، لكن ما قاله ويكتسب أهمية هو أن النقاط الأساسية، النقاط الجوهرية في هذه القوانين تحتاج إلى توافق واسع، وأن البعثة الأممية ستتواصل مع كل المؤسسات بما فيها المجلس الرئاسي ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والأحزاب السياسية حتى تثمر هذه المشاورات عن قوانين قابلة للتطبيق. ونتذكر أن باتيلي رفض الذهاب إلى المغرب، رفض أن يكون شاهد زور على قوانين غير قابلة للتطبيق، بل هي تحمل في طياتها الكثير من الألغام التي ستنفجر ما أن تشرع المفوضية في تنفيذ هذه القوانين. عقب بيان البعثة الأممية رأينا بيان السفير الأمريكي، رأينا بيان الاتحاد الأوروبي، رأينا بيان الدول الغربية الأربعة، إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كلهم يشيرون إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوافق وأن هناك رائحة مماطلة، يحذرونهم من استغلال الوقت ومحاولة المماطلة لكي ينتهي العام دون إجراء هذه الانتخابات. أستطيع أن أقول في النهاية أن مسار بوزنيقة قد فشل وأن مفاوضات بوزنيقة قد انهارت تماما، ولا أعتقد أنها ستنتج شيئا حتى لو استمرت المفاوضات. نعم.